السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على طريقة الكتابة على الفيديو بالذكاء الاصطناعي واستخدمنا تطبيق كابشن، وللأسف ان التطبيق ده بفلوس تقدر تدفع له 3000 جنيه سنويا، لكن النهاردة انا جايب لك تطبيق مجاني 100% غير تطبيق كابشن، ويمكن احسن منه شوية، بس التطبيق ده فيه بعض العيوب هنقدر نذكرها مع بعض في الفيديو ده. طبعا لو انت من مستخدمي الاندرويد تقدر ما تقفل الفيديو، وان شاء الله الفيديو بتاع بكرة هيبقى كلامنا على الاندرويد بس. لكن دلوقتي هنتكلم مع بعض طريقة الكتابة على الفيديو بالذكاء الاصطناعي للايفون. يلا بينا كده نبدأ الشرح علشان ما اطولش عليك. زي ما انت شايف كده هننزل مع بعض تطبيق اسمه فيد كابشن. فيد كابشن دلوقتي بتلاقي التطبيق ده موجود في الرابط اللي سايبه لك في التعليقات او الوصف. روح عندك على التطبيق كده، هتفتح التطبيق عادي جدا، دي واجهة التطبيق. طبعا في نسخة منه المدفوعة، لكن هو بيعمل لك الريندر على طول مجاني. طيب دلوقتي بروح عندي على علامة الزائد دي وبختار بقى تشوز ا فيديو، بختار الفيديو اللي جوه الجاليري بتاعي انا. طيب دلوقتي بختار اي فيديو من الفيديوهات اللي قدامك بيتعمل له ابلود على المنصة دي. هنا بيقول لك اوتو كابشنز فيديو، عندك هنا لانجويج تختار اللغه العربيه، عاوز تترجم لاي لغه تانية حوالين العالم ما فيش مشاكل، على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه. لو المحتوى اللي انت بتقدمه عربي وعاوز يوصل للعرب خليه ترجمه لغه عربيه، بيجذب المشاهد عادي جدا. اما لو انت عاوز تخلي المحتوى بتاعك يتفرج عليه العرب والاجانب تقدر تخليه باللغه الانجليزيه اللي هي الانجليش يونايتد ستيت. دلوقتي انا بضغط عندي على العربيه اللي هي الاردن، تمام. بعد كده بختار اد عربي كابشن، لو لقيت العربيه برضو ايجيبت مفيش مشاكل معايا، بس انا ادور عليها كده. هنشوف العربيه مصر زي ما انت شايف كده، بضغط عليها ضغطه وبقول له هنا اد عربي كابشنز. دلوقتي بقى بيقول لك بليز دونت كلوز اب اند اور لوك يور سكرين، يعني ما تقفلش الشاشه بتاعتك او تخرج من التطبيق خالص لحد ما ينتهي الكابشن. طبعا في شريط ابيض هنا، لو جيت تلاحظ الشريط ده هو بيحمل او بيعمل ابلود للفيديو. طبعا هنشوف مع بعض دلوقتي عيوب التطبيق ده ايه. تطبيق فيد زي تطبيق كابشن بالظبط، بس فيه عيوب بسيطه جدا، ان هو احيانا بيخرف في الكلام، احيانا بيشيل كلام في الفيديو نفسه. طبعا هنا الكلام ظهر معايا بالشكل ده كده، طبعا التطبيق مجاني، هو كتب كل حاجه بالتفصيل. طبعا انت بتخلي اللغه العربيه مصر، وبرده بيخلي اللغه بتاعتك كويسه جدا. طبعا عندي هنا في حاجه اسمها بيجي، او مثلا ما تيجي، ممكن تقدر تعدل عليها مثلا لحد ما تيجي مثلا، تمام، تقدر تعدل عليها عادي جدا. وبعد كده بتقول له فوق هنا ضن، وبتستنى لحد ما يتم بقى انتهاء الفيديو. بعد كده بقى خلاص كده خلص كل ترجمة الفيديو او كتب على الفيديو، كل ده بالذكاء الاصطناعي. طيب بعد كده بتروح عندك على علامة الصح اللي فوق دي، هي فين، تضغط عليها ضغطة كده. وبعد كده هنا بقى بيقول لك انت عاوز تخليه ستاندر اللي هو قياسي او اتش دي او 4K. طبعا اتش دي برضو نسخة مدفوعة، والافضل ان احنا لو هندفع نستخدم كابشنز، لكن دلوقتي ستاندرد زي ما انت شايف. وبعد كده بضغط عندي على كلمة اكسبورت، وبعد كده بيبدأ بقى يعمل ريندر للفيديو بتاعي بالجودة القياسية. طبعا بقول لك هل يرغب الى السماح الى الصور، قول له سماح هنا وتقول له دن. وبعد كده بتروح عندك على الفيديو في الجاليري بتاعك، بعد كده بتفتح الفيديو تاني زي ما انت شايف كده، هو كتب معايا، بس للأسف بيكون في علامة مائية فوق اللي هي علامة فيد، تقدر تعمل لها كروب كده او تعمل لها كت علشان تقدر تتجاهل العلامة المائية اللي فوق دي. وكده احنا كتبنا على الفيديو بالذكاء الاصطناعي. طبعا الفيديو ده خاص بالايفون بس، ان شاء الله الفيديو اللي جاي اللي هو بتاع بكره ان شاء الله هيبقى للاندرويد. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.